السلام عليكم. بداية قوية وخطوات واثقة وقرارات ترقى إلى المستوى المطلوب أصدرها محافظ المحافظة نبيل شمسان فور جلوسه على كرسي المحافظة وتسلم مهامه. استعادة الدولة وفرض هيبتها وتفعيل مؤسساتها هي مطلب كل يمني يعيش في تعز أو في أي مدينة من المدن والمحافظات اليمنية المحررة. سلطة القانون وهيبة الدولة هي من تحفظ للمواطن حياة كريمة ومواطنة متساوية. لا تشارك الدولة في مهامها وسلطاتها ومرافقها أي عصابة أو ميليشيا تتحكم بأي مرفق من المرافق على حسب هواها وأمزجة من يقودها، إما لعمالة لجهة أو لغرض رخيص. حزمة من القرارات أصدرها المحافظ كخطوة جادة وعمل يرقى إلى المسؤولية ويزرع الأمل في قلوب الناس، بيد أن تلك القرارات أظهرت زيف أقنعة ظللت وما زالت تظلل وتتستر على الأعمال الإجرامية لهذه العصابات الخارجة عن القانون بماكنة إعلامية هائلة تشكك في صوابية هذه القرارات وتضع المتهم في خانة البريء رغم جرائمه التي لا تخفى على أحد. استجابت اللجنة الأمنية لقرارات المحافظ بمسؤولية وسعت لتنفيذها كواجب على عاتقها لتحرير المدينة من العصابات الخارجة عن القانون. نحن الآن في منطقة الجمهوري أمام نادي الصحة بجوار ثانوية تعز الكبرى. هذه المنطقة الجنوبية في مدينة تعز تشهد أمناً ملموساً، وذلك من خلال ما رأيتموه من مقابلة الإخوة المواطنين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع اللجنة الأمنية، وبالفعل تعاونوا. نشكر أبناء المنطقة على تعاونهم مع اللجان الأمنية وأيضاً على تعاونهم السخي معنا، وشعرنا كأننا نحن وإياهم كأننا أسرة واحدة، فالشكر والتقدير لهم. كل الأحرار والحرائر في تعز استبشروا خيراً بقرارات المحافظة الإجرائية لاستعادة الدولة وبسط نفوذها، لكن للأسف جهات تعمل بنظام الدفع المسبق لفقت الأكاذيب وزورت الحقائق على الأرض لصالح تلك الميليشيات السوداوية التي أضرت بتعز وأمنها. الدنيا بخير إن شاء الله، ونحن حسينا بالأمان والاطمئنان لما اللجان الأمنية هلا معانا، الحمد لله، الله مالك الحمد. أنا من سكان حارة الجمهورية بمحافظة تعز. أنا أشكر الأمن والأمان واللجنة الأمنية ومدير الأمن، يعني الأمان الذي حصل هنا بحارتنا. يعني من أول كنا ما نحس بالأمان ولا نحس بالراحة، أنتم تشصط، أما الآن حاسين براحة وأمان لأنه الأمن موجود، بالذات الزي الميري. هذا لما تشوف الزي الميري تحس إن إيش الدولة هله، تحس إن الأمن هله. أما من أول كنت تشوف أبو زعطان أبو فلتان والمعوز مرفوع له هنا، ويعني ما تأمنش إنك تخرج ولا تدخل، يعني تقول بتخرج الآن يقتلنا. أما لما تشوف الميري تحس إن في أمان، تحس إن في دولة. أما من أول كان ما فيش دولة الصد. ونشكر اللجنة الأمنية ونشكر مدير الأمن ونشكر المحافظ على الأمن الذي موجود بحارتنا. بس يعني إن العسكر ما يدخلوا، صح إن يجيهم داهمات بس ما يدقوش البيت، ما يدخلوش بيوت، اللهم إنه يلفوا الحواري بس. نشكر مدير أمن محافظة تعز واللجان الأمنية على الأمان والاستقرار الذي قدمونا لنا في منطقة الجمهوري. من أهم التساؤلات أيضاً، من يقف وراء الأعمال التخريبية التي تزامنت مع قيام الحملة بمهماتها؟ يجب أن يعرف المواطن كل ما يدور. كان أفضل بمئة المرات، كان فلتان وكان قتل
وفي الشارع في وضح النهار. الآن الحمد لله بفضل رجال الأمن واللجنة الأمنية الحمد لله جزاهم الله خير، هذا هو الذي احنا والمواطنين بيطلبوا الشيء هذا، الأمن قبل الإيمان. الآن احنا نشتي دولة تأمن احنا وتأمن أي المواطن، مثلا يطالبوا بالمطلوبين يدوا أمر من النيابة ويجوا يفتشوا ويطالبوا، يعني باحترام للجميع، احترام للوطن من أي كان مطلوب أمنيا، حتى لو هو ابني مطلوب ابن أمنيا وعنده إثبات يجي لبيتش يقول له تفضل فتش. أما هذا إحنا الضحية الشعب والمواطن المسكين والبريء، وهذا من الكبار المفروض إنه ما يجي الدولة تقول له سلم، يتفهموا معه يقولوا له سلم، المحافظة يقول له سلم. الآن قتل ابني الصغير عمره 16 سنة، من قتله غير بالتربة والكدح؟ من ماسك التربة والكدح؟ هذا ابني، لكن والله رب السماء ما نسيبهم ولا نسيب لهم تعز. اللي حصل البيت كانوا القهال طالع السقف قاسي يلعبوا، ولا الوقت طلع من تحت الأرض، يعني هنا أبصر هناك في المفتوح التوقالين، وهناك في معها الثياب وهذا المخدات كله هنا مطارح، فقابصر الدنيا تشعل. خرجت أقين شي خرج القهال ما زاد لقاو العيال المسلحين هذوم في بهم الخير، والله ما شهم فاتنا الآن قضانا رماد، وهم اللي قاموا بخراقي وخراق قهالي سبب الحرق، والله ما ندري شو يشوف. لا لا الحمد لله ما بيناش حاجة، اللي تضرروا العسكر، العسكر اللي تضرروا بس، اللي قاعد يسعفون احنا خرجون احنا وهذا وراحوا سبعة اللي تعوروا. احنا جلوس مع نبصر البيت لقاه كله تشعل نار، نطفين طفين طفين احنا أصحاب الحارة ولا شيء، طلعت السقف سلقت الشبعات اللوح ما عرفت حرق كله، حرق الاثنين البطارية طفشة حرقة والبز هذا من راه. نطلب تعوض حتى يصلحوا لنا السقف، نجلس انا وعيالي كنت له داخل النادي فوق تراب، ما اقدرش اجلس بنات تراب انا وعيالي معي بنات شباب، حتى عملوا احنا حتى زنق الحاصل اللي شعملوا انه اعملوا انه. بعض الجهات التي تقف مع الميليشيات في منشوراتها وتقاريرها تحت مبررات انسانيه لا تخدم مشروع تعز وامنها واستقرارها. ماذا تستفيد تلك الجهات المأجورة لو سقطت تعز بأيدي أصحاب الرايات السوداء؟ الحوثي أحرق كل جنة تحت أقدام الأمهات في تعز، مختطفون ومغيبون في كهوف وسجون الإنقلاب منذ سنين، والأمهات يناشدون ضمير العالم أن يمتلئ شفقة ورحمة بقلوبهم الفارغة. رابطة أمهات المختطفين بتعز تحيي ندوة بعنوان المختطف عنوان الصمود. يحق لهذه الأم، يحق لأسرة الضحية، ضحية المختطف موجب القوانين المحلية والقوانين الدولية ألا تسكت عن حقها. فالذي أرجوه من كل أسرة مختطف تم اختطاف ابنها أو زوجها أو أخوها أو أحد من أسرتها ألا تصمت أو تسكت، فقد كفل لها القانون المحلي وكفل لها القانون الدولي حق المطالبة به وحق. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمة مسلم هانز التي قامت بتقديم مشروع التغذية المدرسية لطلاب مدرسة السبأ الأساسية في مديرية المظفر لعدد 572 طالب. هدف المشروع كان هو طبعا الحفاظ على الطلبة من التسرب، وفعلا استطاعت الحملة أو هذا المشروع الحد من عملية التسرب والنجاح بنسبة حوالي 80-85%. يعني كان أول الغياب نسبة كبيرة، الآن قل الغياب بسبب هذه إيش الوجبة أو الغذاء اللي تقدمه للطلاب. دشنا اليوم توزيع الوجبات الغذائية للمدارس في محافظة تعز، وهي عبارة عن 1500 وجبة يوميا
وجبة صحية عبارة عن جبن وألبان وفواكه مقدمة من مؤسسة مسلم هانس، والشركة المنفذ طبعا هو جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، والمشروع سيستمر حتى نهاية العام وإن شاء الله في العام القادم كذلك. ونحن في بدورنا نشكر المؤسسة مسلم هانس، ونتمنى يعني هذا أن يعود بالفائدة على أبناء الطلاب من الناحية الصحية، من الناحية العقلية، والمستفيدين هو عبارة عن المدارس الأطراف في المحافظة، المدارس الأكثر تضرراً والمدارس الأحياء الفقيرة. نجاح هذا المشروع انعكس على التزام الطلاب بالدراسة وتفوقهم العلمي، وقد لاحظ بعض المدرسين الفرق. ملاحظ من بعد إعطاء الوجبة للطلاب المدرسي الطلاب أن نسبة غياب الطلاب قلت، إضافة لأن المستوى الطلاب التعليمي تعدل بنسبة 60%. وشكرا لجميع الداعمين سواء في هذا المشروع أو بمشاريع أخرى، نتمنى المزيد من هذه المشاريع التي لها أثر بالغ وبصمات واضحة على أبنائنا الطلاب وقطاعنا التربوي والتعليمي بشكل عام. مشروع التغذية المدرسية مشروع فريد من نوعه، حيث يستهدف الطلاب في المدارس المتضررة جراء الحرب، وهذا المشروع يقوم بتحفيز الطلاب ويساهم في مواصلتهم للتعليم، حيث أن أغلب الأسر تعاني من الفقر وتعاني كذلك من النزوح، كما يساهم هذا المشروع في إعادة الطلاب المسربين من التعليم. لفتة إنسانية رائعة من مسلم هانس عبر جمعية الإصلاح الخيرية التي أثمرت وحققت نجاحا ملموسا. نتمنى أن يشمل هذا المشروع جميع المدارس في المدينة وفي الريف، لأن أغلب الأسر أنهكتها الحرب وأنهكها الحصار وتردي الأوضاع المعيشية، وأن يكون هذا المشروع الخيري هدف لكل المنظمات والمؤسسات والمبادرات الخيرية العاملة في تعز. الموهوبون والموهوبات من أبنائنا وبناتنا كان لهم حق علينا أن نفتش عنهم بين المدارس وبين المقاعد الدراسية وأن نبرز مواهبهم وإبداعاتهم. في هذا الأسبوع قمنا بزيارة لمدرسة أم المؤمنين عائشة لنسعد بالتعرف على الموهوبات والمبرزات في هذه المدرسة. كثيرة، بس أفضل الرسم يعني من دون نعمة أظافري. واجهت صعوبات كثيرة بالرسم، يقولوا إنه الرسم حرام، الرسم لازم تعملي له روح يوم القيامة، وأنا بطلت قست سنة تقريبا سنة كاملة ما رسمش. كنت يعني الرسم هذا تعبير عن مشاعري بالحزن بالفرح بالغضب، قد أعبر بالرسم عن عن الطبيعة اللي حولي، عن المعاناة اللي حولي أحصلها من الناس، ناس فقراء، ناس يعانوا الشدائد، لدرجة أنني خلاص أروح أبكي وأرسم. من إحنا سبع خوات كل إحنا رسامين البنات، في أحسن رسومات رسمت وتأثر فيني رسومات عن الأم، رسومات عن تدل على الحرية، تدل على الأمان، تدل على الفرح، يعني تشعرني بالراحة عندما أراها. من يملك أما ويراها كل صباح ومساء لا يحق له أبدا أن يتحدث عن الحزن، لأن الحزن الحقيقي أن تفقد أمك أو أباك. هذه الرسمة تدل على الحرية، ولو كان لديك قصر من ذهب فالحرية أفضل لك. فمثل هذا العصفور كان محبوس بقفص من ذهب، ولكن فضل الحرية على هذا. قمنا بعمل لوحتين، اللوحة الأولى كانت بمجموعة منهن 10 طالبات، قمنا بتطبيق عملي لمبرهنة فيثاغورث. هذه الوسائل من أجل أن نتعلم نحن الطلاب
أن المبرهنة التي وضعها فيثاغور من أجل أن نطبقها عملياً لكي نعرف معناها، وهو أن مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. طبقناها بلوح خشبي ولوحة من الورق ومجموعة من الألواح، مجموعة من الورق اللاصقة، وقصيناها على عدد المربعات وطبقناها على اللوحة. صنعت هذه الوسيلة التعليمية لكي يتعلم منه الطلاب، لأن في بعض من الطلاب عندما يشرح المعلم لا يستوعب الفكرة، فنقوم بهذه الوسائل لكي تبقى الفكرة في ذهن الطالب. قمنا بتجميع وسائل تعليمية من أجلنا نحن التلاميذ حتى تصل المعلومة إلينا أسرع. فأحيانا في بعض الدروس عندما يشرحنا المعلم بحكاية الطبشور أو القلم تكون الفكرة تكون معقدة لدينا بشكل صعب أو بشكل متوسط على حسب عقل الطالب. فأحيانا تقوم الطالب بأخذ الوسيلة التعليمية إلى الفصل، ومن هناك نقوم بتجسيد الموقف كخلاصة حتى نستوعبها بطريقة أسهل. فمثلا هنا معنا في قسم اللغة العربية أنواع التشبيه، معنا هنا التشبيه المنفصل والتشبيه البليغ. معنا مثلا في قسم الأحياء عبارة عن قصاصات الورق، هنا هدف الأستاذ من تعليمنا لهذه أن نتعرف على الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هو عندما يشرح تكون المعلومة لدينا من أين هذه الأوراق، كيف نعرفها، يعني هذه إحنا التلاميذ نسأل الأستاذ، فالأستاذ هنا قام بدور كبير يستحق فعلا جزيل الشكر. وأيضا لدي مواهب في كتابة الشعر والتأليف والإلقاء. هل تشعرون بما وصلنا إليه؟ هل ستقدمون تعويضا لما حدث لنا؟ لكل الذين دفعوا ثمن أخطائكم وأخطاء سابقيكم بالحكم، أم هذا لا يعنيكم؟ حين تمرون بالشوارع القذرة وترون المرضى والفقراء والمساكين أمام الصيدليات غير قادرين على شراء الأدوية، أيعنيكم الأمر أم لا؟ إلى متى سنظل هكذا يا حكامنا؟ قمت بموهبتي أني أفعل مقسمات، هذه عبارة عن مجلس التعاون الخليجي وفي بها صدف وبخاخ ونشارة ولماع وفلين، وهذه أيضا أعود سكريم ونشارة مطحونة غار حراء في لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يمشي، فعنا من القوس والبخاخ البني، فعنا الحمامات والعنكبوت هنا. لدي مواهب منها الإلقاء واللوحات الفنية والمقسمات والرسم، وقمنا بإعداد لوحة فنية لطالبات الصف الأول الثانوي، منها المخ ويتكلم عن مركز الحركة والتخطيط والسمع البصر والنطق والتحكم وإصدار الكلام كده، وهذا كله تكون في المخ. وقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه اللوحة تعبر عن مدى الإعجاز الإلهي للإنسان. موهبة الإبداع والفن والمعرض يعني واللوحة الفنية، تم إعداد لوحة فنية من قبل ثاني ثانوي للصف الثامن، وهي أجزاء العين وتتكون من 14 جزء، وتم إعدادها من خشب، من ورق، من فلين، من ورق لماع، فإدى لتركيز الطالبة الثامن، والأستاذة تشرح على حسب اللوحة. من مواهبي الإلقاء وأيضا الفنون التشكيلية والإبداعية والحرفية، ومنها هذا المقسم الذي يمثل اتحاد أقاليم، إقليم تهامة وإقليم حضرموت وسقطرة وآزال والجناد وعدن. تمت صناعته بواسطة خشب وفلين وكراتين، وأيضا نشارة الخشب مع الصمغ ورنج بألوان بخاخة. وأيضا عندي موهبة في الإلقاء، وسأقدم لكم رسالة من بنات تعز: إني أرى وطني يدمر أمام عيني بسبب خيانة داخلية وتدخلات خارجية لم تفكر في واقع الشعب وما الذي سيعاني منه جراء الدمار والقتل والتقتيل. ففي بلدي دمرت المنازل والمساجد،
أيضا قتل الكثير من الناس الأبرياء الذين لا علاقة لهم بكل ذلك. بسبب هذه الحرب التي نعيشها يتم الأطفال ولملت النساء وشردت العوائل. أنا مجرد فتاة يمنية لا تنتمي لأي حزب أو طائفة، فحزبي وقبيلتي وطائفة اليمن، وأنا ضد كل من ألحق ضررا به سواء من أبنائهم أو من غيرهم. فيا رب أعد على اليمن أمنه وأمانه واستقراره. موهبتي في الإنشاد والشعر وسوف ألقي أنشودة. موطني موطني السلام في الأحلام، والملوك كالأصنام صامتون صامتون يرقبون ذلنا يخططون ضدنا خائنون خائنون. موهبتي الإلقاء والإنشاد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحاد الهمة. يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. هذه المدرسة واحدة من المدارس التي استأنفت عملها وانتظمت الدراسة فيها رغم كل المعوقات التي تمر بها العملية التعليمية في تعز. عمل الوسائل التعليمية نحتاج لدعم مادي كثير، وكله بجهد ذاتي مني من المدرسين من الطالبات، يعني قدرنا نعمل قليل من الأنشطة. طبعا احنا دخلنا في المسابقات المنهجية الثانوية للصف الثالث الثانوي، وحزنا على المراكز الأول على مستوى المديرية مديرية المظفر، وبعدين حصلنا على المركز الأخير، يعني في الدور الأخير حصلنا على المركز الثاني برضو على مستوى المحافظة بفارق ربع درجة فقط لا غير. نقدم لهم شهادات شكر وتقدير، جوائز، عملنا لهم احتفال بسيط، وإن شاء الله نزيد نكرمهم باحتفال ثالث ثانوي الآن مع تكريم الأوائل إن شاء الله بإذن الله. كان لنا مشاركة منهجية ومسابقة على مستوى محافظة تعز، شاركنا بالمسابقة وبفضل من الله وبفضل جهود جبارة بذلت من المدرسين والمدرسات وإدارة المدرسة حققنا أن انتزعنا درع المظفر وفزنا على المرتبة الأول في المسابقة على مديرية المظفر، ثم انتقلنا وتأهلنا إلى المسابقة على المحافظة وحصلنا على المركز الثاني وبجدارة. كما لاحظنا هنالك دور كبير للقائمات على الأنشطة المدرسية التي انعكست في أعمال إبداعية فنية ومشاركات خارجية مع المدارس الأخرى. طالبات عندنا إبداعات ومواهب، فلهذا نخرجها منهن فقد ما نستطيع، ورغم شحة الإمكانيات وضعف المادة داخل المدرسة. معنا الوسائل التعليمية، معنا التربية الفنية، الرسومات، معنا الخط العربي، معنا المقسمات، معنا كل أنواع اللي تخطر على بالك في الفنون التشكيلية. الطالبة هي اللي تبدع، هي اللي تطلع الفكرة، وهي اللي تعده، وهي اللي تعمله. هنشرف عليها بس أعطيها بعض الإمكانيات. من إدارة المدرسة أعطت لنا بعض الإمكانيات زي الورقية الملونة هذه، معنا الغراء، معنا الصمغ، معنا البوية، البخاخات، الرنج، في ينقص على الطالبة حاجة نعطيها، المشاريط، المفارش. المدارس بيئة حاضنة لكل المواهب المتعددة من إلقاء وإنشاد ورسم وفنون تشكيلية وغيرها. في الأخير العام الدراسي أوشك على الانتهاء، أتمنى لأبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق، وأترككم الآن مع حصاد بأهم أخبار هذا الأسبوع. تتكدس عشرات الأطنان من القمامة والمخلفات المنزلية في شوارع مدينة تعز التي يقطنها مئات الآلاف،
واستغرب ناشطون ومواطنون وقوف صندوق النظافة والتحسين موقف المتفرج في وقت تتكدس فيه أكوام القمامة في شوارع وأحياء مدينة تعز في ظل عودة موجة انتشار كبير لوباء الكوليرا والأمراض الخطيرة. وتساءل الناشطون أين تذهب إيرادات صندوق النظافة والتحسين في حين تم تنظيف بعض مجاري السيول بمبادرة مجتمعية ودعم رجال أعمال محملين السلطة المحلية مسؤولية هذا الفشل والإخفاق الذي تسبب بكوارث صحية وبيئية للسكان. كرم نادي الطليعة بمدينة تعز 10 من لاعبي كرة القدم القدامى الذين حملوا اسم النادي خلال فترته الذهبية. وأقيمت الفعالية الأسبوع الماضي في ملعب المدرعات بحي الكوثر فعالية تكريم للاعبين صلاح السيد وعلي القربة وعبد الله الأسد وحيدر علي صالح وبدر النهمي وعادل سلطان وشكري علي شكري وعبد الله أسعد وعصام عبد الغني والحكم هاشم سعيد. وتعد هذه الفعالية نوعا من رد الجميل لبعض نجوم كرة القدم القدامى بمحافظة تعز والتي تشهد مؤخرا حراكا رياضيا كبيرا على مستوى الفرق الشعبية. ارتفعت عدد حالات الوفيات بمرض الكوليرا في تعز إلى 23 حالة وفاة و2121 حالة إصابة منها 275 مؤكدة بالفحص الزراعي خلال شهر مارس الجاري. وأكد مصدر في إدارة الترصد الوبائي وغرفة العمليات للاستجابة الطارئة ليمن شباب أن شهر مارس شهد ارتفاعا كبيرا في حالة الإصابة بالإسهالات المائية والكوليرا. وأضاف أن هذا العدد يعد مؤشرا خطيرا يندر بموجة قادمة ربما قد تكون أكبر من الموجات التي حدثت في العامين الماضيين. وأشار إلى أن أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة تعد أحد الأسباب التي أدت إلى عودة انتشار الوباء. في المواقف الصعبة يتميز الصديق من العدو وتبرز الخيانات وتكشف زيف الأقنعة. الحملة الأمنية في تعز كشفت الكثير من هذه الوجوه المغلفة بالنفاق. وفي الغد المتوج بالنصر يكون الحساب. في أمان الله.